النقطة التانية في منهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك تحترم مشاعر المخطئ. سيدنا عكرمة كان مخطئ صح، حتى لو ما كانش أسلم أنا لازم أحترم مشاعره. فلان بيغلط فيا، مش معنى إن هو شخص بيغلط فيا أو في غيري إن أنا أسيء معاملته في كل المواقف التانية. عايزين نفصل يا جماعة نبقى حياديين. مش معنى إن إنسان عاصي بيعمل معصية معينة وأنا ما بحبش المعصية دي أخد منه موقف. ما تعايرش حد بذنبه، ما تعايرش حد بخطأه، ما تحملوش في موقف تاني ذنب الموقف اللي عمله معاك من سنتين تلاتة، واحدة قابلتيها في الجامعة وتعاملت معاكي وحش وسلمت عليك بطريقة مش لطيفة فقابلتيها النهاردة وهي متغيرة وبتعاملك كويس، ما تدفعيهاش بقى تمن الموقف القديم بالتصرف القديم لما كانت غلطانة وتعايريها. وأول لما تشوفيها فاكرة يوم ما قابلتيني وعملتيني بالطريقة الفلانية، أو واحد جاي يتعامل معاك تقول له يا عم وانت جاي النهاردة تحسن العلاقة، ما انت طول عمرك بتتعامل وحش، ما هو جاي يحسن، انت بتعامله وحش ليه؟ السيدة عائشة بتقول فإن العباد يعيرون ولا يغيرون وإن الله يغير ولا يعير. يا جماعة دي مش من أخلاق الله إن احنا نعاير بعض بأخطائنا، وإن احنا نعاير بعض في وقت ما كنا فيه عندنا ضعف ونقاط الضعف هي اللي سيطرت علينا. وبنشوف ده في حياتنا كتير. ده أنا شفت بعيني أم بتعاير ولادها بتصرفات أبوهم. هو صحيح غلطان، وهو صحيح طلقها في ظروف مش سليمة، وهو صحيح تعامل معها غلط، لكن الولاد دول ذنبهم إيه؟ منتهى السادية في التعامل إن احنا نفضل شايلين لبعض وعايزين ننتقم من بعض. النبي أول لما شاف سيدنا عكرمة جاي بوجه مختلف تعامل معاه منتهى الاستبشار ومنتهى الفرح، وقابله مقابلة أحسن ما تكون. النقطة الثالثة في منهجية النبي، وقت ما يكون إنسان مخطئ وجاي تايب خليك عون ليه، خليك سند ليه، خليك جنبه. يا جماعة بنكون محتاجين بعض قوي في الوقت اللي أنا عايز أخرج فيه من ضعفي ومن أخطائي وعايز أتصرف صح، فأنت في الوقت ده أقف معايا بدل ما تقف ضدي. بنشوف كتير بين الأصحاب وبين الناس اللي بتشتغل مع بعض واحد كان بيعمل غلط معين وجي النهاردة عايز يبطله. يا عم انت بقى هتعيش علينا؟ هو انت النهاردة بقيت عم الشيخ؟ هو انت ما انت طول عمرك بتعمل الحاجة الفلانية؟ فيكسف ان هو بيصلح فيرجع للي كان عليه. على فكرة هو محتاج انك تعينه، وانت محتاج انك تعينه كمان. هو محتاج انك تعينه عشان تقوينه يكمل صح، وانت محتاج انك تعينه لان ربنا هيعينك لما تعينه، وانت محتاج عون الله لانك من غير رب العالمين هتضيع. ربنا بيقول انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. احنا بنخير الناس، وفي ناس بتختار شكر النعمة وفي ناس بتختار الكفر بالنعمة. لما يجيلك انسان كان عاصي وتاب، من شكر نعمة ربنا ان انت ما عندكش المعصية دي انك تعينه، فاختار الاختيار الصح وعين الإنسان التائب دلوقتي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سيدنا عكرمة وقف جنبه. وهقول لكم يا جماعة، اللي بيعين الناس وقت ما هو يضعف هيقدر يعين نفسه. هي أصلها منهجية في الحياة الإنسان بيعيش بيها، سواء مع نفسه أو مع الآخرين. القاسي مع الآخرين ولا اللي بيعاير الآخرين هتلاقيهم يغلط بيعاير نفسه وبيؤذيها وبيضرها زي ما بيضر غيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهجياته الحياتية تحيي قلوب الناس. النبي اللي بيعلمه لنا ده هو اللي احنا مفتقدينه، واللي مخلينا النهاردة الأصل في علاقاتنا ان هي بايظة. اللي بيحصل النهاردة ان القلوب بدل ما تتألف عمالة تتنافر. تدخل شركة تلاقي 10 مختلفين واتنين بس اللي متفقين. ليه؟ بسبب ان احنا المواقف دي بنتعامل معها غلط. عايزين نتعلم من رسول الله ونشرب المنهجية النبوية ونعيش بيها في حياتنا. ويبدأ طبق من النهاردة، شوف مين كان محتاج منك العون وانت خليت بيه في الوقت اللي كان محتاجه، او شوف مين انت عيرته بغلط غيره، او شوف مين انت عيرته بخطأه وكلمه النهاردة كده واجبر بخاطره، وخليها منهجية حياتية نعيش بيها لحد ما نلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي الفكرة إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
هو اللي علمنا كل حاجة، وهو لو اتكلم على الفضل فهو فضله كبير قوي عليا، سواء كان في العبادات، يعني انا مثلا ما كنتش اعرف ازاي اتوضى او ازاي اصلي غير بسيدنا النبي، او ازاي اللي انا اعرف اصوم او افتح المصحف واقرا القران غير برضه بسيدنا النبي. فاي حاجه كانت بتقربني لربنا او اكتر حاجات ربنا بيحب اللي انا اعملها انا ما كنتش عارف اعملها غير بسيدنا النبي. او في المعاملات اليوميه والحياه العاديه اللي بعملها كل يوم، من اول ما بصحى من النوم والبس هدومي واخرج من البيت، اتعامل مع الناس في الشارع في الشغل في كل حته، سيدنا النبي علمني اعمل كل ده ازاي واقول ايه وانا بعمله. فهو الحياه كلها، وهو لو انا بتكلم على فضل الناس عليا فاكيد هو رقم واحد، وهو ما زال فضله عليا لحد دلوقتي. يعني انا لما بغلط هو يدعي ربنا ان هو ربنا يغفر لي، وما اعمل حاجه حلوه هو بيقول الحمد لله. فانا رسالت لسيدنا النبي ان انا بقول له ان انا كمان بحب حضرتك جدا، وانا يعني انا اسف لو كنت غلطت في حاجات وغلطت في حقك ومقصر، وبشكرك على كل حاجه انت عملتها عشاني. شكرا.